هو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. فقوله عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أي يقول الناس فيما بينهم: أليس هذا الكاهن قد صدق في مقولته تلك بأنه سيحدث في الأرض كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من تدليس وتلبيس شياطين الإنس والجن على بني آدم، وإلا فكيف يخفى عليهم هذا العدد من هذه الكذبات ويتشبثون بكلمة واحدة هي صدق؟ لما؟ لأنها من السماء، فيأتون فيموهون. ومن ثم فإننا نستفيد بأن الكلام الذي يضمن حقا لا يدل على أن هذا الكلام حق، بل لابد أن يفرز هذا الكلام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يتحدث بالقرآن. ولذا قد يدرج هؤلاء وغيرهم في كلامهم كلمة حق، وإذا بهذا الكلام كله باطل.